السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جايين مع بعض بس علشان خاطر نسأل بعضنا سؤال بيتكرر باستمرار. السمان عندي ما بيبيضش، جبته وقعد عندي كتير وعدى 40، واللي قال لي عدى 60 يوم، واللي قعد وقال لي عدى 50 يوم ولسه ما بيضش. طيب ايه الاسباب اللي بتأدي ان السمان بتاعنا ما بيبيضش؟ انا طبعا قلت قبل كده يا جماعة، معلش بعد اذن حضراتكم، احنا عندنا طريقين مختلفين خالص عن بعض. الطريق الاول، انا عايز اربي، اسأل نفسي الاول، انا عايز اربي السمان علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر هربيه من غرض اللحم او من غرض البيض؟ عايز انا منه بيض ولا عايز منه لحم؟ هذبح على طول يعني؟ طبعا ما ينفعش يا جماعة ان احنا نربي انتاج علشان خاطر اللحم وبعدين نقول احنا نخليه بيض. ما ينفعش، ما ينفعش، يا لحمة يا بيض. من الاول كده، من اول ما تجيبه سن يوم او سن 15 يوم، تبقى عامل حساب حضرتك ان انت هتربيها علشان خاطر ايه. تمام. وهنقول في خطوات مهمة جدا لكل مربي سمان ان شاء الله، ايه الخطوات اللي انت تمشي عليها علشان ما يعني ما تحيدش عنها او تسمع لناس. يا جماعة معلش، ما تسمعوش يا جماعة لناس كتيرة بصراحة على اليوتيوب، بصراحة انا ببقى بتفرج عليهم الناس بتربي سمان بيهبلوني بصراحة بكلامهم. اللي عايز يأكله دود، واللي عايز يأكله عجيرة، واللي عايز يأكله تشيشة، واللي عايز يأكله عيش ومطحون. فيا جماعة معلش يعني بعد اذن حضراتكم، فيه واحد قعد فكر لنا ماشي وعمل لنا تركيبة اسمها العلف، وعمل لنا تركيبة مدروسة 100% لغرض الانتاج اللي حضرتك عايزه. انت بتلف حوالين نفسك كتير ليه؟ يا جماعة معلش بعد اذن حضراتكم، الناس اللي بتربي سمان معلش ده مش بط او فراخ بلدي علشان خاطر نقول ان هي هتلم الاكل بتاع البيت. يعني فاض مني شوية رز حطهم لهم، فاض مني شوية عظم سمك حطه لهم، ده كلام فاضي يا جماعة بعد اذن حضراتكم. السمان دلوقتي على قد ما انه يعني حيوان متطور، وحيوان بيستحمل جامد الظروف البيئية، تمام، برضو انت لازم تساعده ان انت حضرتك او حضرتك تديله عليقة متوازنة، بشرط ان هو يقدر يقاوم الامراض ويديك اللي انت عايزاه ان كان لغرض اللحم او لغرض البيض. تمام. طيب ايه هما يا جماعة السبيلين او الطريقين اللي احنا بنمشي عليهم؟ احنا حضراتكم اولا من سن يوم لغاية 30 يوم، طبيعي اهو، من سن يوم لغاية سن 30 يوم، ده بنديله بادي 23% علشان يبني جسمه كويس ويبني عظامه كويس، ويدي يعني ياخد الهيكل بتاعه العظمي واللحمي مظبوط، علشان بإذن الله لما يجي نوجهه بقى لإنتاج البيض يدينا البيض يا جماعة اللي احنا محتاجينه واللي احنا عايزينه. تمام. طيب ايه هو بقى اللي احنا هنعمله بعد سن 30 يوم؟ طيب احنا متفقين ان هو في سن من سن يوم لغاية سن 30 يوم هنديله بادي بدارة 21%. طبعا ال 15 او ال 20 يوم الاوليين انا ما اسمحش او ما اقدرش اديله علف غير مطحون يا جماعة، مطحون خالص زي البودرة. تمام. هتحطهم وهتشغل دماغهم وهتديله علف محبب، هيرمي لك 3/4 العلف ماشي تحت رجليه، وانت الخسارة عليك. تمام. فانا معلش انا بربي علشان خاطر اوفر حاجة، لكن انا لو انا سبته ياكل بمزاجه مش هياكل الا النعمة، وهيرمي لك الباقي كله تحت رجليه والخسارة عليك، هو مش همه اي حاجة في الدنيا. تمام. فانا بحافظ على المال بتاعي
باني اديله العلف اللي هو اللي هو بياكله او بيحب ان هو ياكله في الوقت ده. هو مشكلته بس ان هو عايزه مطحون بس، دي مشكلته، علشان يقدر هو بقه صغير وعايز هياكل حاجه ناعمه وبمزاجه يعني. ماشي يا عم مفيش مشكله، نطحنه له ناعم في الكبه. وبعدين برضه هقول لحضرتك حاجه، انت يعني مثلا معلش انا بكلم برضه الناس اللي بتربي في البيت، يعني مش بربي راجل عامل مشروع وجايب لي مثلا 2000 كتكوت عايز اربيهم، لا انا ما طبعا ده صعب عليه. بده بقى هو يروح للشركه ذات نفسها ويقول له يا عم هات لي قبل ما تكبسه هاته لي مطحون. او طبعا الناس اللي بتبقى عامله مشاريع كبيره زي دي يعني، فهو بيبقى ايه لوحده زي الفل بينظم حاله هو. طيب ايه تاني يا جماعه الخير؟ نبدا زي ما احنا قلنا، بعد العشرين يوم بنبدا نحط له نضيف له على المطحون بادي براره اللي هو السمسم، البادي بداره اللي هو 23% نضيفه عليه بنسبه ايه 1:2، يعني التلت نديه له حصى والتلتين بودره. هو ذات نفسه لما بيبدا يكبر بعد العشرين يوم بيبدا عايز ياكل الاكل بسرعه، عايز يملي بطنه بسرعه، فهيحاول ياكل، يبدا ياكل ايه، يدور على الحاجه اللي تملي بطنه، فهياخد يبدا يتعلم ان هو ياكل ايه الحبه الكبيره لغايه لما يبدا زي الفل ياكل وخلاص. في خلال ال 30 يوم احنا ربناه ان هو يبدا ياكل حبايه ايه ببعضها، تمام، اللي هي السمسم. طيب انا الوقت بعد ال 30 يوم ابدا افكر بقى، لان هم ال 30 يوم دول كلهم اللي هو عايز تربي لحمه او عايز تربي لإنتاج البيض هما نفس ال 30 يوم، هما نفس الأكل. بعد ال 30 يوم نبدأ نوجه ده، أنا عايز للبيض أروح رايح جايب علف بادي نامي 21%، تمام، ويبدأ نحط له من يوم ال 30 نحط له 1:2 برضه، 1% أو 1:3 اللي هو تلت وتلتين، نحط تلت من اللي هو اللي الوسط على التلتين البادي اللي هو كان بياكله اللي هو اتعلم ان هو ياكله، تمام، ونفضل على كده لغاية لما بإذن الله يبيض معاك. وبعد 40 يوم انت بتوقف خالص، تبدأ انت في خلال من 30 لغاية يوم 40 تبدأ تقلل له كمية البادي بدارة لغاية اما يوم 40 ما عادش ياكل غير اللي هو البادي النامي 21%. طيب في الفترة ديتي بيبدأ بإذن الله يوم من يوم ال 42 من سن يوم من سن عمره، يعني يوم اليوم ال 42 هيبدأ هو حضراتكم يبيض. طبعا الناس بتقول لي احنا ما بيبيضش ما بيبيضش، لا يا جماعه هو باذن الله لو انتوا اتبعتم السبل دهيتي وديتوا العلاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الناس اللي عايزه تعرف العلاجات ترجع لفيديوهاتي عشان انا مش عايز ايه اعيد الكلام من جديد. تعمل ايه بقى؟ شوفوا يا جماعه انا هوريكم حاجه عمليه خلاص، انتوا شايفين البيضه اهو بتاع السنه، تمام، انا هوريكم حاجه عجيبه قوي، هي مش عجيبه ولا حاجه ولكن دون هو اللي بيحصل في اول السمانه ما بتبيض. شايفين يا جماعه البيضه عامله ازاي؟ انا مش عارف بصراحه امسكها، هي عامله زي الجلد، مفيش فيها الرقه اللي انتوا شايفينها، القش الناشفه دي مش موجوده خالص زي ما انتوا شايفين، يا دوب الصفار باين جوه، تمام. طبعا الناس انا بالنسبه لي هنا كابين انا بربي في اقفاص وبتابعهم باستمرار يوميا على مدار الساعه، مش عايز اقول لكم، فاهمين ايه الحاجات دي؟ طالما انت عايزين تربهم فلا بد ان انتم ايه يعني معلش تخلي بالكم كويس. البيضه دي لو السمنه بيضتها ووقفت عليها بضوافرها دي خلاص اتفقعت، وبيحصل معايا بس انا بقول لكم دي يعني انا انقصتها يعني. طيب انا في الوقت دوني اول ما بشوف البيضه دي بالمنظر ده، دي يا جماعه بتعتبر نقص في الكالسيوم، تمام، ونقص في الاملاح، ونقص في معادن زي الفوسفور والحاجات دي يعني. احنا بنبدا نعوضها لهم بقى ايه بالحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، تمام. طيب يبقى السمان بتاع حضراتكم، يعني جالي النهارده سؤال بيقول لي السمان عندي جبته وكنت بحط له دشيش، تمام، بحط له دشيش وعيش، فانا سالت الراجل بعد 50 يوم ما بطشي قال لي انت طالما عملت معاهم كده
فحضرتك بقى اذبحيهم، لان خلاص هما معلوش ايه، معادوش هينفعهم ان هما يبيضوا. طيب انا عايز اقول لها على حاجه، يعني فكره كده لابد ان هي تعملها علشان خاطر نشوف برضو نحاول معاهم قبل ما نذبحهم. طبعا يا جماعه الموضوع، اول حاجه يا جماعه نعملها مع الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هنوزن الام. الام يا جماعه الطبيعي اللي هي بتبيض وكويسه وما عندهاش شحومات على بطنها، طبعا هو فكره العيش والعيش والبتاع اللي هو الدشيش اللي قالت عنه او قال عنه اللي هو السائل، فدول يا جماعه هيعمل دهون على المبيض، ولو عمل دهن على المبيض هيبقى مشكله جامده، علشان احنا عايزينه دلوقتي نخليه يخس ويشيل الدهون دي يعني علشان يبدا ايه يبيض من جديد، فده ممكن ياخد معانا وقت كبير شويه. تمام، فاحنا حمامة السلام عشان ما نفقدش الست او الراجل اللي هو سأل السؤال دواني الانتاج بتاعه، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنوزن الاول الام، ان طلع وزنها اكتر من 300 جرام هتبقى عندها دهون زيادة في بطنها. هنعمل ايه؟ هنوقف جميع الاكل اللي هي اكلته ده خالص، اللي بتاكله ده خالص، ونروح نجيب علف 21% وين جابت بياض يبقى افضل، اللي هو 16 او 18% بروتين لو لقت منه سايب ومتأكدة ان هو، لان خلي بالكم يا جماعة برضو الناس اللي هي بتبيع، اللي بتبيع القطاع دي يا جماعة انا ما ثقش فيها وما اديلهاش دقن بصراحة، لان ممكن في اي وقت يروحوا معطين لكم علف ويقول لك اه ده هو 23% وهو 21%، او انت عايز 21% يطلع 23%. فحمامة السلام النهاردة الشركات بدأت تعمل 10 كيلو، فالعشرة كيلو ده مش هيخسروا معاك في حاجة، هتجيبهم وهيجيلك كمان، يعني انت لو انت اشتريت بشتري قطع بتمانية جنيه او بسبعة جنيه ونص، انا والله بجيبه اللي هو الهيرمان الوسط، بجيبه يا جماعة الخير بكام؟ بجيبه ب63 جنيه، 10 كيلو يعني واقف ب6 جنيه و30 قرش الكيلو، تمام في الجملة او في الشكارة قصدي، يعني لما تاخد الشكارة ببعضها، وشركة هيرمان كمان، في شركات بيبقى أرخص من كده. فهنديله يا جماعة وهنستنى عليه 10 أيام بعد الأكل ده، وهنبدأ ننزله يا جماعة اللي هو، هنوريكم برضه عشان إيه برضه الناس تبقى عارفة، هندي السيلينيوم اللي هو رافع المناعة دوتي علشان يظبط موضوع التبويض، وهندي أملاح معدنية وكالسيوم، ماشي تمام، وهندي الاتنين دول مع بعض، هندي يومين من ده ويومين من ده، هو الناس بيقول حطه على بعضه، بس انا الصراحه ايه يعني بستتقل الكلام ده، هدي الاول رفع مناعه 3 ايام وريح يوم، وادي 3 ايام في خلال 10 ايام نكون ادينا 3 تطعيمات، 2 رفع مناعه وواحد ايه الاملاح المعدنيه، ونبدا يا جماعه باستمرار في خلال الفتره دي نبص على السمان، نبص على السمان باستمرار، وبالذات الفترة اللي بيبيض فيها يا جماعة، أكتر فترة بيبيض فيها من بعد صلاة العصر لغاية العشاء، دول بيتجمعوا فيها يعتبر 90% من بيض السمان. أما اللي بيبيض في فترات أو في الصبح أو كلام من دول، هو يرجع تاني يظبط، هو لسه إيه في فترة بيبقى لسه بيبيض جديد، فلسه الدنيا إيه مش ملخبطة معاه، لكن هو الطبيعي بتاعه بيبدأ يبيض من بعد العصر لغاية بعد العشاء بنجمع منه البيض، ولازم نجمعهم يا جماعة باستمرار ونبص عليه. ولو انتوا كنتوا سايبين السمان على فرشة، يعني حاطينه شعرة وعلى الأرض بتربوا على الأرض، ماهوش في بكاس زي دي يعني، دايما تبصوا على الفرشة بتاعتكم وانتوا ماشيين تمشوا بحرص، لأن ممكن يكون في بيض، طبعا هي أول ما بتبيض حتى لو اديتها لها علاج بتبقى نازلة كده يا جماعة زي السقطة كده، مفيش فيها قشر، بتبيض لها مثلا مرة أو مرتين كده أو 3 مرات، وبعد كده إيه بتبدأ تظبط بإذن الله بعد إيه، بعد ما ندي العلاجات بتاعتنا المظبوطة وكون الدنيا زي الفل. وكده يا جماعة عشان بس ما نطولش الفيديو أكتر من كده، إن شاء الله لو في أي أسئلة تانية هنقولها بإذن الله مع بعض، ونكمل إن شاء الله بقية الفيديو في فيديو جاي جديد إن شاء الله، استنوني. وإن عجبكم يا جماعة الفيديو ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.